شكل المنافسه، من تتوقع ان يكونوا هم اللي في دايره المنافسه؟ احنا دائما ابدا الحمد لله بنضع النادي الاهلي في المقدمه بناء على التاريخ والارقام والحسابات وامنياتنا طبعا، لكن مين مع النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك كبطل في يعني الدوري، في الدوري هذا الموسم يعني منافسه تنحصر بين الاهلي ومين؟ اللي هو هتبقى الاهلي والزمالك في اعتقادي، ما تخرجش عن الاهلي والزمالك، ما فيش اطراف تانية شايفه قريبه منه، يعني صعب المنافسه صعبه. نادي بيراميدز تجربة جديدة وليدة، ما تقدرش تحكم على تجربة مفهوم إلا من نتائجها كلها جديدة، فطبعا ما تقدرش تبني عليه، بس القواعد وكل قاعدة لها استثناء أكيد. إن أنت عندك عوامل كتيرة للنجاح لا تتوفر حاليا إلا في الأهلي والزمالك، يعني اللي حضرتك شايف إن عندهم القدرات متكاملة، يعني العوامل النجاح كم وارد وده استثناء، يعني في احد كان في الدوري الانجليزي ليستر سيتي اعتقد، لا لكل قاعده استثناءات حضرتك يعني لها وعد قاعده استثناء بس، وعودتنا كره القدم يعني حضرتك بتقول المنافسه هذا الموسم هتكون المنافسه التقليديه الاهلي والزمالك، الاهلي ومنافسه التقليدي اذا لم يحدث استثناء غير طبيعي. طيب واخيرا البطوله الافريقيه، مشوار الاهلي وشكل اداء الفريق، معدل التهديف، الشكل اللي ظهر عليه الفريق فنيا وخططيا وتهديفيا في مباراه الامس، هل نقترب من الفوز بالبطوله الافريقيه؟ انا شايفه بيتطور، شايفه بيتطور خصوصا مع الجهاز الفني الجديد، انما يعني يمكن كان الاهلي بيحقق نتائج والجمهور غير راضي عن الاداء، ابتدى يبقى مع المباراه امس يعني رضي، طبعا عمليه التوافق وفهم الامكانيات، فانا شايف في تطور يعني كمصري وكمعاشق للرياضة نتمنى عودة البطولة لأنها غائبة، وعلى فكرة البطولة الأخرانية كان محمد يوسف وكانت في المقاولين العرب، والمقاولين العرب اللي هو الوحيد اللي استضاف في النهائي كان وقتها كان صعب، كانت فيه أحداث كتيرة صحيح. وما كانش فيه نادي أو استاد حابب يستقبل يتحمل مسؤولية استقبال، وإحنا الحمد لله فأتمنى كنت سعيد جدا أن أنا كنت موجود في هذا رئيس النادي وان هو والاهلي كسب كانت 2013 على ما اعتقد، اتمنى نادي الاهلي يحقق البطوله السنه دي.